جعان. نعم بقول ربنا بلا منها، بقول ربنا بلا منها. قبلها اه كانت تفرح ايه كانت عامله انا خايبه غنى وهاي يا لما كل واحدة كده والله العظيم انت عشان تعذر ماما تقول امك ايه ما تفعي تفحي واختك ينقل سماحي وابوك راجل كبير هربة تحت الزير يا لهوي عايز لنا زيت تحت الزير دي يا لهوي ادعي الاول ابو الام خلاص هذا ارى مش واحدة يا لهوي يا لهوي كان اخد حاجة من شرطة ماما شوفي شوف انت سخنة كان يقول لا بس بس اعملهم لك سخنة ايه انت نايمة من هنا يلا الاكل انا حط خلقت مامي بس يلا البنا نزول البنا كان يقول ال مرات الابن لها عرق بطنه ما بتحبش مرات ابنه ومرات الابن لها عرق تحت بطنها ما بتحبش حماته اقول له اول بقى ما بيطلع بيطلع من دار سلطان ما طلبش ده انت بابا ها انت عمال اصور لك سجل الدكتور اجازة من صوت زينب واحد في سورة الأمثال تأرسل القرآن الكريم فضيلة الدكتور عبد المجيد سيد أحمد عظيم أبو حنيفة سورة الأمثال يلا عشان الأكل زمان البطن ايش يبنى عنا انت بقى اللي انت يلا الاكل يتنوا مش صاروا صاروا بصلوا هناك يا ما بقول له الام يا ما شاء الله ربنا هضم عشان الصلاه متقاس ده انا مش هروح اقعد في البيت بصلي مش بقى مش صوراني كده ده اكون بعد عنك ما شاء الله ما شاء الله ده برضه بلا بيرة انا بدعيها بكل وقت انا بدعيها انا قلت ما اوري لك خاطر العيال لما تجي بقى انت جيت ما شاء الله اجيب لك طعميه وفول ربنا لا كل دول تصبر انا دي يلا روح الاكل فرش المفرش مش على اللي سامع على النت بتقول لها بتسلم على ما هنا يا ماما لما ده خده ما نضيف انا يا مهنا يا ساعة ونص لا مكان 4